دون حول ولا قوة منا. يحيي العظام وهي رميم، يحيي العظام وهي رميم، يخلق من العدم. البهجة، اهلا وسهلا. انا سمعت الواد اللي كان بيتكلم عن عندنا الزفتي. زفتي عندكم ولا حداكم ولا جواكم؟ ده انا عايز انك تسيسي في الغيط. عاوز انك تسيسي في الغيط؟ ايه يا خوفي لا يكون هو اللي بينيكك يا علي. الله يديك ورا البقر. البقر ايه؟ بقرة ايه يا خاول؟ ده انت البقرة، انت البقرة في طيزك اصلا. يلا يا خاول يلا. معنا مين يا فن؟ معنا مين يا فن؟ حضرتك عامل ايه؟ عامل انا كويس يا كصمك يا ابن المرة المتناكة. ما تعدل لسانك كصمك يا ابن المتناكة. وانت مرة تتصل لي كده ومرة يعني يا ابن المتناكة يا خاول. قاعدين تنيكوا بقى ملحدين يا شراميط. تعبصوا بعض في حته تانيه يا ولاد المتناكه. ومفيش غير الخرابه دي. ما الدنيا مليانه خرابات يا ولاد الوسخه. معانا مين يا استاذ؟ بس اكتب على اليوتيوب حادثه مستشفى الزفته. تمام. كان امبارح بيجي لحضرتك الساعه 19 واحده بالليل، هتلاقي واحده كانت عماله تجري كده وبتصوت. حضرتك ازاي ما سمعتش عن الموضوع ده؟ لا ما سمعتش والله. حضرتك بتشوف الموضوع دي؟ بتشوف الموضوع زي دي اصلا؟ ازاي حضرتك يعني حاجه زي دي تفوتك؟ يعني قلت اكيد لا انا اصلا داخل لايف عن انت بتتكلم على الست اللي كانت بتصوت دي. كانت طالعه تقول قصام السيسي، قصام الدوله، قصام المتناكين اللي بعيدوا السيسي اللي جابوا لنا العار. كانت بتصوت تقول ايه يا فندم؟ كانت بتقول قصام. قفلت عليك يا قصامك. يا لجنة يا ابن المرة المهتوكة يا خوال يا متناك. تلعب على مين يا ابن المتناك يا خوال؟ يا دي يا ابن ما انت لجنة ابن متناكة بتجيب. ربما تأتي بحدث حقيقي عشان في نهاية تقول قصام بقى قد صابر. صح يا قصامك؟ صح بقى. هي كانت بتجري وتقول قصام بقى قد صابر قصام بقى، ولا بتقول قصام بقى على قصام السيسي، على قصام الجيش، على قصام الشرطة، على قصام اللي جال ولاد المتناكة. يا ابن العاهرة، يا ابن المنفوخة المفضوحة المفشوخة. الخرا في خرا نحل يا خاول يا متناك. مش الخرا نوعين، في خرا خنازير زيك كده، وفي خرا بني ادمين، وفي خرا معيز، وخرا خرفان، وفي بقى خرا نحل. انا دلوقتي خرا النحل يا عسل. احييك على ثقافتك الخريجية دي. اه والله عاوز ايه يا خاول؟ بسأل سؤال الحلقة، هل السيسي كافر نعم ام لا ولماذا؟ بص هو الموضوع ده اختلف فيه الاراء واختلفت فيه الفقهاء. هل مؤيدي السيسي كافر؟ هل مؤيدين السيسي كفر نعم ام لا ولماذا؟ عايز الحقيقه انا ما اقدرش اقول كفار، لكن طالما انت قلت يبقى خلاص بيس. طالما انت قلت كده يبقى بيس خلاص. انت الكفار يا عم انت واد امعه يلا. يعني انت واد امعه مالكش اي لازمه، مالكش اي راي علم. يعني مثلا لو قلت لك دول كفره هتقول لي اه. طالما انت قلت، طب انا لو انا عاوز انكحك هتقول لي خلاص بقى ما انت قلت. يلا تعالى انت هتخول يلا. ما تخلي عندك شخصيه يلا، خلي لك راي. الهدف من الخرى اللي احنا بنعمله ده ان انت يكون لك قيمه، سواء اذا كنت مؤيد ولا معارض. عاوزين نعلمكم كونوا احرار. انا مش مؤيد ولا معارض، انا واقف بين الحيل. انت العيل ما هو ده العيل، اللي مؤيد بينيكوا والمعارض بينيكوا. يعني انت لازم تتناك من الاثنين. اهلا وسهلا. معانا مين من المتناكين يا فندم؟ اتفضل يا استاذ عرف نفسك. انا؟ لا مش انت، اللي جنبك. انا افتكرتك قفلت وبتكلم حد غير. لا 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 لا، هو في علق غيرك دلوقتي بنكلمه؟ اتفضل يا فندم. انا سيرجي يا باشا. انت العلق سيرجي. اهلا يا سيرجي. ايه يا سيرجي؟ سيرجي ايه؟ ايه يا سيرجي؟ إيه السمع ايه يا بقى؟ اسمعني بس. السمع ايه ده انت يا دي يا بجد انت بتقول كام؟ بتقول كام وانت؟ انا سمعتها صعوبتي يا بهجت. بتقول كام وانت؟ كام وانت ايه بس؟ يا دي يا ابن العبيطه.
انت مؤيد، لا انت مؤيد ولا انت معار، يعني انت بالظبط كده لا انت راجل ولا انت ست، انت حاجه كده بين البنين، ده بينيكك وده بينيكك. ليه كده يا ليه كده يا استاذ سيرجو؟ ليه وصلت الى هذه المرحله من الامعه؟ يعني وصلت الى مرحله منحطه، منحره وسخه، شايف بلدك بتتناك وتقولك انا لا مع ده ولا مع ده، شايف دينك بيتلعب فيه بتقول لي لا مع ده ولا مع ده، شايف الناس بتموت لا انت مع ده، امال انت مع مين يا استاذ سيرجيو؟ انا بقول لك زي الاسماعيلي في مصر كده، هو اهلاوي ولا زملكاوي، بس هو الضان بيحب يبدن على الاهلي دايما، ليه ما اعرفش. فانا عشان كده انا موقف يعني انت طالع تبدن عليا، يعني انت طالع تبدن علي، ابدن عليا ابدن عليا يا واد يا سيرجي يا ابني. لا يلا هادي يا ابن الوسخه من هنا، يلا هادي يا ابن الوسخ، عملتين امك. معنا مين يا فندم؟ انا ما بهزرش حضرتك يا حبيبي، انت بمؤيد السيسي، انت فرصتك بقى دلوقتي. انا بقول لك السيسي كافر وانت كافر، واللي بيؤيد السيسي كافر، واللي بيشتغل مع السيسي في اداره الدوله كفره. انت قول لي لا احنا كفره او مش كفره، هل انتم كفره نعم ام لا ولماذا؟ لا احنا مش كفره. لماذا؟ لماذا؟ لان السيسي عمل حاجات حلوه قوي في بلد عم بحر. يا استاذ يا تقدر تنكر يا استاذ يا دي يا خول يا متناك، وانا بسالك السيسي عمل ايه في مصر؟ يا دي يا متبعبص يا خاول يا عل. بقول لك السيسي، بص يا حبيبي، بص يا حبيبي، هنا ترامب راجل رئيس اقوى دوله في امريكا، عمل حاجات حلوه اقتصاد امريكا، بس انا بقول الراجل كافر بالنسبه لي، كافر بالنسبه لديني، كافر. نحن نتحدث ديني كمسلم كافر طبعا. انا بقى ما بقولكش ترامب عمل حاجات حلوه ولا حاجات وحشه، انا بكلمك على ديانه السيسي، على معتقد السيسي، على معتقدك انت يا عل يا خاول يا شرموط. هل انت والسيسي كفره نعم ام لا ولماذا؟ ماليش دعوه بقى انتوا عملتوا حاجه يا لا خاول. ما هو المتناكين اللي زيك لما واحد بيبعبصه يقول لك لا ده عمل لي حاجه حلوه، لما تقعد على حجر واحد وينيكك يا دي يا خاول ما فيش سمحت ولا سمحت يا عل. انا بحكي لك الوضع اللي انت عايش فيها متناك يا شرموط. انا لما اقول لك ان انت قاعد على حجر واحد قايم نازل، انت كده يا حبيبي بتمارس اللواط، ده حاجه غلط. تقول لي لا ده حلو يا عم وجد، حلو والله العظيم يا عم وجد، انت لا تعلم لذاته يا عم باجد لان عمرك ما جربته، لكن انا مجرب كده. يعني قول لنا بقى، هل حاله الكفر التي تعيشها انت والسيسي جميله حلوه لذيذه عجبك؟ انا مؤمن بالله وبصلي كل يوم. ايه هو بقى انت مؤمن بالله؟ اني اله، اله مع الله ام اله محمد صلى الله عليه وسلم؟ اي عن اي اله انت تتحدث ولاي اله تصلي؟ قول لي بقى، سمينا الاله بتاعك. انا اتحدث عن الاله اللي هو ربنا. ربنا بقى مين اللي هو دين محمد؟ حلو قوي، اهو ربنا ده قال لك ان من يحاصر ويحارب المسلمين لمصلحه غير المسلمين فهو كافر، ومن يساند اعداء رسول الله فهو كافر. السيسي مش راح يساند ماكرون في عز المقاطعه ولا لا؟ وجاب وزير. انا اقول لحضرتك على حاجه برضو، السيسي قادر على طول ماكرون اول اعتذار لي. يا دي يا خول يا متناك، يا دي يا خول يا الاعتذار يا دي يا علق يا متناك. اي اسمع يا ولا، اسمع يا ولا، عقوبة من يسب محمد صلى الله عليه وسلم هو القتل، أما استتابته يعني لو جه وقال لك أنا آسف أنا لو مسلم أو غير مسلم هذا عقابه عند الله، ده عند الله في الآخرة، أما في الدنيا فعقوبته القتل. هل ما زلت تعبد السيسي؟ ده قوة السيسي. لا انا ما بعبدش السيسي، لو سمحت ما تغلطش في كده. ما هو حبيبي السيسي انسان وعنده ورب، هو مؤمن بالاسلام ومؤمن ازاي بقى؟ انا عاوز اسال سؤال، كيف لمؤمن بالاسلام وكيف لمسلم ان يهد مساجد الله؟ كيف لمسلم ان يقتل ويحرق المسلمين؟ كيف لمسلم ان يحارب الاسلام والمسلمين لمصلحة اعداء الدين؟ كيف لمسلم ان يتهم كل مسلم العالم بالارهاب؟ لما وقف وقال 1700 مليون مسلم عاوزين يقتلوا الخمسة مليون بني ادم اللي على الكوكب، هو ده ينفع؟ اتهم الاسلام والمسلمين بالارهاب، كل الاسلام وكل المسلمين اتهمهم بالقتل
عاوزين يقتلوا العالم، اوليس هذا بكفر؟ انا عايز اسال حضرتك سؤال. وحضرتك هو مش كان في ارهاب في مصر ولا ما كانش فيه؟ ايها الاحمق، ايها المنيوق الاحمق السفيه العبيط، انا بسالك الان، هل ما تمارسه انت والسيسي ومؤيدينه كفر ام لا؟ ولماذا؟ احنا مش اول حاجه، انا مش كافر، انا ماليش، انا مع الله اعلم بقى، بس انا مؤيد السيسي، انا شايف ان هو عمل حاجات حلوه. يا أحنا يا أحنا خول يا متناك يا علق، لقد بص حبيبي، لقد حول السيسي مصر الى سويسرا، الى قطعه من الجنه، الى اليابان، لقد نقل السيسي مصر نقله عظيمه، لقد اهدى السيسي عضوا زكريا بطول الحمار الوحشي لكل خول سيساوي مثلك، وعليه قطعه من الماس والاحجار الكريمه. يا خول يا متناك، هذا ليس بحديثي يا ابن الناس الطيبين، انا اتحدث اليك، حديث الكفر. هل انت والسيسي كفر؟ قلت لا، بقول لك لماذا. هل تمارسون ما يمارسه المسلمون؟ انا حضرتك، انا عاوز اقول لحضرتك يا لا، انت والسيسي بتمارس اللي بيمارسه المسلمين؟ انا بصلي وبصوم يا اخي، لعن ميتين اهلك يا خول يا علق. انا بسالك، انت والسيسي اتمارسون ما يمارسه الاسلام والمسلمين؟ قبل كده ولا قابلته ولا قعدت معاه؟ بس حلو قوي، انت ما قعدتش مع السيسي، لكن انت شايف السيسي بيعمل ايه، صح؟ انا بشوف البلد يا استاذ بهجت. يا خول يا متناك يا علق يا عاهر يا داعر يا ملعون في طيزك بزبر حمار وحش يا خول، انا بسالك سؤال واحد ستريت داخل في طيزك طالع من بقك، بقول لك هل السيسي يمارس اعمال الكفر؟ نعم ام لا؟ لو قلت لك مصر بقت جنه، لان انا لو دخلت في كده هنيكك ونيك السيسي ونيك اللي يشددك يا خال يا متناك. اي حاجات حلوه بيعملها يا ابن الوسخه، لما الجنيه بقى سعره 16 جنيه دلوقتي يا ابن الكلب، الدولار سعره 16 جنيه. لما الناس بتموت بكورونا ووزاره الصحه بنت المتناكه بتكتب ماتوا بعصر ليمونه. لما الناس لا في مستشفيات ولا في مدارس، محدود الدخل طالع ميتين امهم، الفقر زاد، الذل زاد، المخدرات زادت، العنوسه زادت، الشباب قاعد من غير شغل يا متناك، تقول لي حاجات حلوه ايه يا ابن الكلب؟ فرعون زمان كان بيعمل المقابر الفرعونيه، الاهرامات بيشغل فيها الناس ويديهم فلوس، انما سيسي ابن المتناكه قعد الناس من غير شغل ومن غير اكل ومن غير مستقبل ومن غير صحه ومن غير كرامه ومن غير عزه، وطلع ميتين ابوك يا خاول. انا غلطان ولا لا يا استاذ؟ انا هقول لحضرتك على حاجه. هل اسمع يا له، هل انت والسيسي تمارسون الكفر؟ نعم ام لا؟ ولماذا؟ احنا ما بنمارسش الكفر. السيسي راجل محترم، حلو قوي، اديني علامه من علامات احترامي. اسمع يا له، اديني علامه من علامات احترام السيسي للدين الاسلامي ولرب الاسلام ورسول الاسلام، قول لنا بقى، احكي يا وحيد. لما راح حزق ماكرون وخلاه يطلع يعتذر. يا دي يا متناك يا خول، الوحيد المسلم. يا دي يا متناك يا ابن العاهره الداعره، اللي كلم ماكرون كان صحفي في اليوم السابع يا متناك، مش السيسي يا خول، يا علق يا متبعبص، يا متبعبص، يا قاعد، ده انت يا ابن الوسخه، ده انت مش قاعد على بتاع حمار وحشي، ده انت قاعد على بتاع خرتيت دلوقتي يا متناك، طالع تكذب على الناس ليه يا خول؟ اللي سال السيسي، اللي سال ماكرون يا ابن الوسخه كان صحفي في اليوم السابع يا كص امك، وحب يحرج ماكرون على اساس ان الصحافه الفرنسيه سالوا السيسي عن الحريات وعن التعذيب في السجون وعن المسجونين وعن المعتقلين يا ابن الوسخه، فراح خبطها لماكرون كده. اقول لحضرتك على حاجه. وايه اللي وداه فرنسا الاول؟ ايه اللي وداه فرنسا يا خول؟ ايه اللي وداه فرنسا من الاصل؟ يا دي يا ابن المتناك اطلع، يلا يا دي يا ابن الوسخه من هنا، يلا يلا عن كصم البطن اللي جابتك بطن شرموطه، يهزق مين يا كصم؟ السيسي راح يهزق ماكرون يا ابن الداعره، يا ابن المره المتناكه يا خول، يا خول يا معرس يا ابن الوسخه، السيسي راح يهزق ماكرون؟ ده السيسي متهزق من طوب الارض يا ابن المتناكه، ده بهجت صابر بينيك كصم كل يوم يا ابن المتناكه.
السيسي راح يهزم ماكرون يا ابن الكلب. معانا مين من السعوديه يا فندم؟